السلام عليكم. وصل البارحة الوفد نتاع الكاف إلى ملعب نيلسون مانديلا، وكانت هذيك أبرز يعني الجولات التفقدية للوفد نتاع الكاف مرافق بالخبراء نتاع الألمان لتعيين المنجز يعني كل المنشآت نتاع الملعب هذا، واللي بديك أنه الخبراء الألمان أبدوا ارتياحهم بما يتوفر الملعب هذا من مرافق جد متطورة، وكذلك لقوا تفسيرات من عند الفرق الواقفة يعني الجزائرية الواقفة على صيانة أرضية الميدان باستعمال الطاقة الضوئية. إن شاء الله الجزائر تحظى بتنظيم هذا الكأس، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.